ستبتدأ فعاليات مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الرابع من شهر مارس القادم. نتمنى التوفيق للجميع. وهكذا مشاهدينا الأعزاء انطلق الشوط الأول، ينطلق الشوط الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تنطلق هذه السباقات وهذه المهرجانات بالتوجيهات السامية من سيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. كما تشاهدون هذه الأعداد المنطلقة وهذه الشعارات الحاضرة وهذه الأسماء المتواجدة، أسماء قوية حضرت في أقوى الأشواط، وهذا هو أقوى أشواط اللقايا وخيرتها على الإطلاق. ينطلق كما تشاهدون، سنشاهد بطلة وسيدة اللقاية في هذا السباق المحلي التاسع في هذا الاستعداد الأخير. نتجه وأستأذنكم مشاهدينا بالاتجاه للتعرف على المراكز الخمسة المذاعة والمسموح لها بالنداء والإذاعة. مقدمة الشوط لطيفة على المركز الأول لعلي بن محمد بن ناصر الشنجل، تقود هذا الشوط وتتسيد الموقف منذ البداية. ننتقل إلى المركز الثاني، وصل التحذير لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري على المركز الثاني، تنطلق تحذير. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن تتقدم وتتسلل سطر لسعيد بن حمد بن محمد بن طفلة على المركز الثالث. دور المركز الرابع، وصلت تقرير لحمد بن حميد بن حمد الدرعي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس من تتقدم إلى المركز الرابع أمجاد لجمعة بن محمد بن خلفان المزروعي. هذا هو نداءنا الأول، وهذه المراكز الخمسة الأولى المسموح لها بالنداء والإذاعة المتقدمة في هذا الشوط الأول الرئيسي، أقوى أشواط البكار على الإطلاق في هذا السباق المحلي التاسع لسن اللقاية لأشواط القبائل للأشواط العامة. عودتنا إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، الله يا لطيفة، علي بن محمد الشنجل يدفع بلطيفة، يقدم لطيفة ربما أنها من سلالة لطيف الغني عن التعريف. المركز الثاني، تحذير لعبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري. يلا يلا يا عبد العزيز، ركز ركز شوي، هذا الشوط الأول الرئيسي. وتتسلل تحذير، تخطف المركز الأول مع عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري، يتابعها غانم بن جاسم بن ربيعة الكواري في هذا الشوط الأول الرئيسي. الله يا سلام. وأيضا المركز الثاني لطيفة، والشنجل يدفع بلطيفة في هذا الشوط، وتلاحق أيضا تحذير في هذا الشوط وتطاردها وتريد أيضا أن تعيد حقوقها المنهوبة من على المركز الثاني. هنا اسم جديد يتدخل على المركز الثالث، تتقدم ريهجان لراشد بن محمد آل عبيد آل مريزيق، تتقدم على المركز الثالث. راشد بن محمد آل مريزيق شعار بن عبيد يتدخل على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت هنا حاملة الرقم 25 بالشهلي سالم بن حمد بن علي بن جهمان المري على بن جهامان المري على المركز الخامس أو الرابع، تنتقل وبدورها غيرت إلى المركز الثالث. شعار بن عبيد على المركز الرابع، المركز الخامس من خلال الشعار محجوب رقمها، ولكن يبدو بأنه شعار بن حلفان شودة لسالم بن سعد بن سالم آل بريس انتقلت إلى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا
الأعزاء، شكرا أشرف على التواصل أيضا وزميلي علي بوشارب. عودتنا إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. الله مخرجنا، شوف هذه الأعداد اللي خلف دائرة النداء، شوف شوف هذا القطار، شوف هذه الأعداد والشعارات المتدافعة الحاضرة في هذا الشوط الرئيسي. وصول على المركز الخامس وانطلاق من قبل الفايزة لراشد بن ناصر الجبر النعيمي، وصلت. وأيضا هنا انطلاق من قبل مخيفة للسلطان بن سعيد بمصبح الساعدي، وصلوا هل السلطنة في هذا النداء. عودتنا إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، تحذير وحذرك يا راعي تحذير، انطلق يا راعي تحذير. كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو، عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري، روح يا ابو سعود، روح يا ابو سعود بناموس الشوط الرئيسي. بالمركز الاول يصل بالحلفان مع المركز الثاني، تصل شوده سالم بن سعد بن سالم ال بريس، انطلقت وغيرت الامور، بدلت الامور. الله يا شوده، الله ونعم الاسم، ونعم الاسم، سماها شوده وهي ايضا اسم على مسمى. كيلو و200 متر، ممثلة لأبناء المملكة، ممثلة لشودة في هذا الشوط. الله يا شودة، سبع سيوف، سبع سيوف ورموز لا تعد ولا تحصى مع شودة، شودة أبناء المملكة العربية السعودية، وهذه أيضا ممثلة لأبناء المملكة. شودة وسالم بن سعد بن سالم آل بريس تفتتح الكيلو متر الأخير وتنطلق بالمركز الأول. الله يا شودة، يكفيها الاسم بس، يكفيها الاسم بس. المركز الثاني شايفينه، شايفين الدرعية لحمد بن صالح بن حمد بن مقارح تتقدم، وأيضا التقدم من الجانب الآخر. وصلت مخيفة سلطان بن سعيد بن مصبح الساعدي، ولكن المركز الرابع أيضا انطلقت كود لحمد بن سالم المدهوشي. والمركز الخامس انطلقت حبوبة عبيد بن راشد آل بريس، ولكن العودة إلى المركز الأول. شودة يا شودة يا شودة، شودة، روح يا ابن حلفان، روح، روح يا ماجد، روح، روح إلى المركز الأول، روح الشوط الرئيسي يا ماجد، الشوط الرئيسي. ولكن بن مقارح يصل، تصل الدرعية، تصل الدرعية، يوسلم الدرعية، 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 وحبوبة قادمة. عبيد بن راشد آل بريس، بن مقارح، بن مقارح، بن مقارح يصل بالدرعية. وأيضا شوف لي رقم 11 الضبي محمد بن حمد بن مشيط، الله، ولكن الدرعية، الشوط الرئيسي مع الدرعية، مع الدرعية، أقوى الأشواط، أقوى الأشواط، عندها سيارة في رصيدها الدرعية. تهانينا، تهانينا، والناموس لحمد بن صالح بن حمد بن مقارح على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الظبي لمحمد بن حمد بن سعيد بن مشيط، المركز الثالث. المركز الثالث المركز الثالث حبوبة العبيد بن راشد بن علي آل بريس. المركز الرابع شودة لسالم بن سعد بن سالم آل بريس. المركز الخامس، المركز الخامس الغزيل لسلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، هذا هو الشوط الأول الرئيسي على الهواء مباشرة، شهدنا وإياكم أحداثه وتداعياته ومنافساته. الدرعية تختطف الشوط الأول الرئيسي مع حمد بن صالح بن مقارح، فتهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7 دقائق 42 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الدرعية حمد بن صالح بن حمد بن مقارح. المركز الثاني وصلت الظبي، 7 دقائق 43 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري. المركز الثالث وصلت حبوبة، 7 دقائق 45 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك حبوبة.
عبيد بن راشد بن علي آل بريص تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذن تتواصل أعزائي المتابعين أشواط